السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم كانت تجربة شوية ما نقولش غريبة، ولكن كانت واحد التجربة ما عشتهاش في الأحياء السابقة اللي دوزنا في هذه السلسلة هذه. هو غالبية المواطنين اللي كنبغيو نتحاوروا معاهم كيرفضوا بحجة أنه المهم كل واحد المبرر ديالو، يعني في الأخر المطاف هما ناس ما كتبغيش، مع العلم ان مواقفهم يعني ما عاديه. مواطن كيبدي وجهه نظر ديالو تجاه واحد المؤسسه اللي كتمثل مؤسسه الشرعيه بطبيعه الحال، كنهضر هذه تجربه تقييميه ماشي شي حاجه اخرى. وفي نفس الوقت عشنا واحد تجربه شويه غريبه. ملي كنا كنناقشوا مع الاخ اللي درنا معاه الحوار، الاخ ياسين، لقينا عندهم واحد المشكل تما بدوار جاف الله. نخليكم مع الفيديو ولكم التعليق. السلام عليكم. وعليكم السلام. السي ياسين انت ولد يعقوب منصور؟ اه هي ولد يعقوب المنصور، وبالضبط ولد دوار شاف الله. ولد دوار شاف الله. زياده وخلق في دوار شاف الله. مرحبا. حنا عندنا كندير واحد السلسله في هذه القناه هذيك، كنحاولوا نقيموا التجارب ديال المجالس المتعاقبه، لان كتعرف دابا ما عمر الساكنه ديال يعقوب منصور دارت تجارب ديال تقييم التجارب ديال هذه المجالس اللي دازت من 83. قول لي انت احسن مجلس داز عندكم في يعقوب المنصور. هو بيني وبينك وصراحه نقولها لك بوجه مكشوف، حتى شي مجلس داز مزيان، ما كان في المستوى ديال المتطلعات ديال التطلعات ديال الساكنه. كيجيو كياكلوا كيجيو كياكلوا ميزانيه كياكلوا وكيمشيو. احسن انجاز داروا شي مجلس من المجالس اللي داز في يعقوب المنصور؟ حتى واحد راه على داش، الا دار المجلس انجاز راه يكون باين على المرشحين وعلى المنتخبين. السؤال الثالث، وهذا هذه اسئله تقليديه راه كنسولها فين ما كندير شي حوار معاه، حيت راه كندوزو من الحي للحي وكنحاولوا ناخذوا وجهه النظر ديال المواطنين. احسن مستشار داز في تاريخ يعقوب منصور؟ ضحكتيني والله العظيم، ضحكتيني باينه. حتى واحد ما تفرح لي حتى واحد ما فرحنا باللي مع الاسف راه ديال المشكله كيما قلتي، مع الاسف وعلى الله يجو هذا المجلس اللي جاي يكون المجلس اللي جاي يكون وفق التطلعات ديال الساكنه وشباب، حيت عنده شباب عنده عطاء. بصح قول لي، انا سمعت بلي عندكم هنا شي مشكل كتعانيوا منه هنا الدراري، فسرتوا في هذا الشارع هذا اللي كيهبط لا سمح الله. نعم، شنو المشكل اللي كاين؟ ولا شي معايا ولا دورتي الكاميرا لهنايا؟ انا نشوف انا نعم كامل حفاري، كامل حفاري. هذا الملحن راه عاد دار ليه السيما وهادي، حيت كانوا كيدخلوا ليه الغبره وهو خراب. وهو راه الحفاري راه هو قدام هذاك الملحن جل الجو كل شيء وناضوا حفروا. رضا لا هو رضا، لا بلا تيبس تفاهم مزيان. رضا دخلت في اداره المشروع ديال تدبير المفوض، ولكن راه المؤسسه اللي عندها الحق ديال الرقابه هي اللي تعاقدت مع هي الجامعه والمجلس الجماعي. ما كاين لا رقابه لا والو، ما كاين لا رقابه لا والو. حتى في دفتر التحملات راه يمكن كنظن على انه راه كاين شرط كيلزمهم على الشركه اللي دارت هذه العمليه تصلح الامور تردا كما كانت في الحفير. ما كاينش هذه الاشياء هذه. راه شكينا ودرنا كاع فيسبوك وهذه وما خلينا ما درنا المجلس مجلس مقاطعة القمصور ما داروا حتى شي بادره، ما جاو لا عينو لا جاو عينو بلا ما نسميهم، ولاني ما داروا حتى شي حاجه. هي جاو صوروا جاو بانوا زعما بانهم راه غايديروا، ولاني ما داروا حتى شي حاجه. هذا المشكل شحال عنده ديال الوقت؟ شحال المده؟ راه عام وزياده. عام وزياده. والله العظيم راه اغلبيه الساكنه راه كتعاني من ورا، ولا جيتي ربتي دابا نصيفط لك تصاور. انا بطول تحت نصور ماشي مشكل. الله يحفظك الله يحفظك. نعم هذه قبل رمضان. قبل رمضان وخلاوها كيما حفروها. واش هاد الحفاري نفس المشكل اللي كان الفوق؟ تا هما كيحفروا ويزيدوا ويخليوها حتى كيما هو. حتى كاع خسروا من الناس زلي جوا هادي كاع ما فيها الربيع. لا حول ولا قوة. نعم ابدا. ترى هي الناس اللي يسلكوا الساكنة يعني داروا بادرة راسهم. دا الشركة حفرات
احراج وكسرات والناس تشطوعات قدات وملسات وصبغات دار داكشي الراسه انت كاع زوقت كاع هذيك البلاصه ديال الثاني هذا اخرى ديال هذا المارشي هذا العشوائي هذا المارشي اللي كان في تي اس اف راه بان لي بحال دوك الناس اللي كانوا في تي اس اف هما اللي جاوا تحولوا لهنا اللي حيدوا تي اس اف والمارشي ما منظم ما كاين حتى شي بارده بادره من السلطات ما هذا خاصك تشوفو بالنهار منين تيكونوا حاطين في الشانطي وشي يبرزطوا السيارات و تاش عمر الدنيا القديمه من هنا من جوج جهات الشانطي كيتبلوكا تيلقاو طوموبيلات ولا سيارات ولا الموتر كاع منين يدوزوا الله يشوف من حال يعقوب المنصور والله الا والله العظيم الله يشوف من حالو الشانطي تاعو دابا راه الاشكال اللي يمكن لي فهمت انا من الهضره ديالك اخي ياسين هو دابا راه كتصلح الامور كدير شركه وتعاود عاوتاني تحفر و... لا راه هي شركه وحده حفرات وزادت وخلات سمعتيني وملي كتبصا كيولي الغيز وكيولي ما عرفتش واقيلا واش كانوا عاطينهم هما بان راه يعقوب المنصور في اطار تهيئه وادي وادي من ناحيه انه دخل في مدينه الانوار وهذه وليني راه ما كاين والو فهمتي راه ما كان والو ما عرفتش انا ما فهمتش انايا هذا المجلس هذا ما فهمتوش ودي الله يصاوب الله يصاوب ونتمنوا حتى هذا يوصل للمسؤولين ويديروا وياخذوا شي بادره في هذا الجانب هذا ويقادوا الموضوع اليوم كانت اليوم استثناء في التجربه اللي كنخوضوا على دوران الاحياء والطرح ديال المواطنين لان خذا النقاش مع الاخ ياسين هو كان نقاش شيق ولكن مع الاسف فيه السلبيات اكثر من الايجابيات لان هادشي اللي ورانا دابا خلانا اننا الفيديو غيكون طويل شويه على قدر ديال الاخ ياسين بحكم انه ولد الحي مره اخرى نعاودوا نرجعوا نديروا الحوار مع ناس اخرين مرحبا الله يعطيك الخير شكرا اخي ياسين الله يعطيك الخير الله يحفظك شكرا اخي ياسين الله يسر الامور